وللحديث عن الفساد المستشري في العملية السياسية والمنظومة الحكومية في العراق، معنا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. حياكم الله دكتور يحيى. الله يحييك ويحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياكم الله دكتور يحيى. يعني أكثر من 30 مستشار عينوا في الرئاسات الثلاث، السؤال هنا هل يحتاج العراق بالفعل لهؤلاء المستشارين؟ عملية تعيين المستشارين في حكومة السودان هي منذ البداية قد عينوا على كل الحكومات بعد 2003 لترضية الأحزاب والكتل الأخرى، لأن العملية السياسية قائمة على المحافظة. لذلك فمنصب المستشار أو هؤلاء المستشارين هي ضمن خطة هذه المحاصصة لتلك الأحزاب، ويكون التعيين على أسس الطائفية والمذهبية والمكونات بعيدا عن أي أسس علمية أو مهنية يمكن أن يتمتع بها هذا المستشار، لكي يفهم الشعب بأن هذا المستشار يقوم بدوره تجاه الأوضاع التي يمر بها العراق. ولكن ما حصل سواء في حكومة السودان أو الحكومات التي قبله، إن هؤلاء التي قبلها عفوا، إن هؤلاء المستشارين جميعا لا يتمتعون بأي مميزات تؤهلهم لتقديم الاستشارة لحكومة أو حتى لجامعة أو أي جهة أخرى، بل إن تعيين هؤلاء يثقل كاهل الميزانية العراقية. فبدل من تقديم هذه الرواتب الكبيرة وهذه الامتيازات لهؤلاء الأشخاص، يمكن أن يعين مئات الشباب من الذين لا يجدون عملهم أو لا يجدون وظيفة وقد تخرجوا من الجامعات وألقي بهم على قارعة الطريق. نعم. طيب دكتور يحيى، يعني أي صلاحيات تمنح للمستشارين في العراق حتى يستطيعوا التورط بالفساد إلى هذا الحد؟ حتما هؤلاء هم يقاسمون البقية على ما تسمى المقاولات والكومنيشات والأرباح التي تدخل، وكل مستشار تراه يمد يده في دائرة، سواء هذا يدخل على الجمارك وذاك يدخل على مبيعات النفط وهذا يدخل على الضرائب وآخر. لذلك هؤلاء يذهبون إلى منفعة أنفسهم ومنفعة الأحزاب التي جاءت بهم، لذلك هم يحصلون على هذه المبالغ التي توفرها العملية السياسية من خلال مشروع الفساد الكبير الذي تتمتع به منذ 2003 ولحد هذا الآن ولحد الآن دون وجود أي رقيب أو جهة رقابية تخضع هؤلاء لحالة الكسب غير المشروع التي يتقاضونه من خلال هذه المناصب. نعم. بما أن لجنة النزاهة النيابية أكدت تورط وزير المالية السابق وأعضاء في مكتب حكومة مصطفى الكاظمي أكدت تورطهم بقضية سرقة القرن، ما الذي يمنع محاسبة هؤلاء رغم إعلان حكومة السودان نيتها محاسبة جميع المتورطين كما قالت؟ ما يمنع محاسبة هؤلاء، إحنا جميعهم متورطين، لذلك أغلق هذا الملف لكي يغلق الملف الذي عليك. لذلك لا يستطيع لا السوداني ولا غيره محاسبة هؤلاء، لأنهم جميعا يسبحون في مستنقع الفساد الذي رسمته هذه العملية السياسية منذ البداية، وبإرادة أمريكية وبمباركة إيرانية. ونراهم جميعا قد أخذوا أو استولوا على كثير من أموال الدولة ومن عقاراتها دون أن يكون هناك حساب، فقط هو في الإعلام الحساب فقط يكون على الموظف البسيط والصغير. أما هؤلاء تعلن، نعم تعلن بأن هناك سرقة، وأن كما سموها سرقة القرن، وهي ليست هذه سرقة القرن، بل هناك مئات المليارات التي سرقت في زمن المالكي وغير المالكي والكاظمي والجعفري.
ولكن لم أحد يتطرق لها، وتطرقوا إلى هذه المليارات البسيطة وأسموها بصفقة القرن من أجل لفت الأنظار إلى هذه الحالة وترك تلك الحالات الكبيرة والسرقات المليارية التي كانت تستطيع أن تبني كثير من المنشآت للعراقيين. لذلك ما يمسكه هؤلاء الكتل أو الأحزاب على بعضهم من ملفات الفساد هو المانع في محاسبة هؤلاء الفاسدين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة. نعم، أيضا يعني أين الدور الرقابي للبرلمان على مؤسسات الدولة والحكومة؟ لماذا لا تثار قضايا مهمة ولا تحدث أيضا استجوابات في البرلمان يترتب عليها لربما أوامر تجميد ومحاسبة؟ هذا البرلمان هو أساسا جاء بالتزوير أخي، لم يشترك في انتخابات عام 2021 سوى 6% من المجموع العراقيين، فهؤلاء هم جاءوا لكسب المال الحرام، جاءوا للاستئثار بالأموال والسلطة والامتيازات. هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا أي جهاز رقابي لمحاسبة الآخرين، بل على العكس يمكن هناك كثير من القضايا تدينهم وهم أعضاء لمجلس النواب، ولن تجد بهم أي إنسان نظيف أبدا. لذلك لا وجود لحالة الرقابة، وإنما خدعت به أمريكا العالم بأنها قامت بنظام ديمقراطي في العراق، فهذا هو محض افتراء وكذب وبهتان، وهذا ما كشفه العالم كله من خلال حملات الفساد الكبيرة التي تترعرع في وزارات الدولة العراقية، ومن خلال طلب الرشاوي من كثير من الشركات العالمية التي فضحت هؤلاء. لذلك لا يمكن للبرلمان أن يقوم في ظل هذا الدور وأعضائه يمارسون الفساد لأنفسهم. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الدكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.